جايين من على راس النيل ومعاهم كلام الجد الدمع علينا وما تشدونا من الصينية وانت امشي يلا بس يلا بقى ما تطولش معايا امشي امشي خلونا في الصينية في المروحة رموا علينا كنابل ضد الدموع وهم جايين من قصر النيل وشايلين لنا صور الشهداء شهادة مين؟ شهادة مين؟ شهادة مين الحرامية؟ ها؟ ايه ده؟ العروس شهداء نزل سلمية في احترام اقف في شارع محمد محمود وانا اقف في مكاني ما في احترام ليك مكان ولا ليا مكاني ما تعتدوش علينا بالسلاح ما تعتدوش علينا بالضرب ما تهنوناش ما تهنوش الجيش ما تهنوش الشعب ما تعتدوش علينا مصر مش في البيع مصر مش في البيع صلى على النبي مصر مش للبيع صلى على النبي انتوا بعتوا نفسيكم لاطلس وإرهاب وستة ابريل بعتوا نفسيكم لاحمد ماهر وقابضين وجايين لخراب البلد انا عايز البلد تتعدل اعملوا مشروع عايز اقتصاد البلد يتعدل يعملوا مشروع يضربوا الشعب وجيش الدواخ ويقدروا يخربوا ويقدروا يضربوا في الناس ويحرقوا الدكاكين ويضربوا الناس جاي جاي تعتزم انزل محمد محمود مش جاي لي في الصينية تحتدي عليا وتموتونا تضربونا بالكنابل والصواريخ وتقولي دي ذاكرة الشهداء دي مش ذاكرة دي نكسة وقفوا في سلمية دي نكسة اما اعتدوا على المواطنين وقول لي ذاكرة دول مش ذاكرة ما يجيبوش ويضربوا يقول لك الجيش ما ضربش هما اللي معتدين علينا في الصينية في التحرير ولا جيش ولا شرطة ولا